الاتحاد الجهوي للشغل بالساقس ينظم اليوم مسيره لمناهضه التطبيع في تونس. القرار هذا قررناه باعتبار استفحلت الوضعيه خاصه بعد ما سمي بحجه الغريبه في جربه، كان كل شيء بالمفضوح. رئيس الحكومه وعدد كبير من الوزراء ما فيهم الوزير المتصهين وزير السياحه بعنوان السياحه الدينيه هي بدعه صهيونيه، اليوم استفحلت المخابرات الصهيونيه وغيرها بعنوان جمعيات بعناوين اخرى وتطبيع ممنهج قاعده تعيش تونس الحبيبه، تونس ارض الجدود، تونس الشهداء، تونس حشاد، تونس هادي شاكر وغيرها. اليوم تونس عصيه عليهم، هذا من ماشيين في التطبيع بهروله كبيره جدا في جميع الميادين، في الرياضه، في الفن، في الثقافه وغيرها، وخاصه الحكومه هذه حكومه التطبيع، حكومه اللي فيها اكثر من ثلاثه او اربع عناصر بين وزراء وكتاب دوله، علاقات مشبوهه مع الكيان الصهيوني. هذه الحكومه اللي مرتهنه لدى الدوائر الامبرياليه طبعا ما تكون كان ما عندهاش السياده، تفقد السياده الوطنيه وهرولتها للتطبيع خط احمر، وسنتصدى بكل قوه، وسنتصدى والنقابين بجهه ساقس سنتصدى بكل قوه لسن قانون اللي يرفضوه الاغلبيه الحاكمه في مجلس النواب للاسف. سنعمل كل جهدنا لسن قانون لتجريم التطبيع، انه الاغلبيه الحاكمه في مجلس النواب ترفض مثل هذا القانون باعتبارها ولاها لامريكا ولاها للصهاينه ولاها للسفارات وتاخذ اوامرها من السفارات. هناك رسالة رمزية من صفاقس بالذات لتحامة المعهد التونسي للشغل، انطلقت المسيرات من مدينة بنزرت، وثم البيان الذي أصدره المكتب التنفيذي اليوم يواصل الرد لاتحاد المعهد التونسي للشغل من مدينة صفاقس. وعلاش مدينة صفاقس؟ مدينة صفاقس نعرفوا اللي هي لها إرث من الشهداء، لها عمر اختار، لها رياض بن جماعة، لها الشهيد محمد الزواري، كل هذه الكوكبة من الشهداء وغير من نسيب ذكرهم، هذوما كل يؤسسوا إلى تاريخ هذه المدينة. المساد اللي في يوم ما دنست اقدام مدينه صفاقس، اليوم اردنا من خلال هذه المسيره، الاتحاد اراد يقول ان هنالك شعب سيقول لا لقطار التطبيع. اليوم روني طرابلسي هذا الوزير التي تحت غطاء السياحه الدينيه، تحت غطاء انعاش القطاع السياحي، وهذه احنا شعار مرفوع رفعه احرار هذا الشعب، كلما ازدادت الامه تطبيعا كلما ازدادت جوعا، امامنا التجربه المصريه، امامنا تجربه الاردن، لذلك تمرير التنميه والازدهار والنهوض القطاع السياحي عبر التطبيع هو مثل كاس السم في كاس العسل، السم في التسم. اليوم الرساله الاخرى، نحن على مقربه ولا مشارف
مؤتمر البحرين، مؤتمر الخزي والعاد اللي من خلاله سيتم استبدال الأرض وحق العودة بفتات بالبشرية وبدولة على هامش فلسطين. اليوم المسيرة كذي تأتي على صفقة القرن التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، ونعتقد أن هذا الضغط الشعبي وضغط المنظمات الكبيرة وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الاتحاد عام تونسي للشغل أثمر أن الإدارة الأمريكية بالأمس قريب بالأمس أخيرا يعني رفض التمثيل أو تمثيل رفيع المستوى للكيان الصهيوني في مؤتمر البحرين. اليوم من صلاح صعب نقول، وهذا الكلام يعني صرح به الأخ الهادي بجمعة اليوم في يعني في صفاقس، أنه الآن مذيعة في إذاعة صفاقس الأخت هدى الكشو، ونحب من هذا الحشد أن نعلن لها مساندتنا ومساندتنا المطلقة إذ تلقيها تهديدات وهي تبث برنامج حول التطبيع من إذاعة صفاقس، لنقول بأن هذه صفاقس التطبيع أو المساد هو يتجول بيناتنا، وحريتكم الإعلامية وحريتكم الشخصية هي مهددة من خلال المساد الذي يعربد ويصول ويجول في أرض تونس، ولكن هؤلاء الشرفاء سيكونوا له كلا وألف كلا. لا تفاوض، هذه 376 حرف، لا تفاوض، لا تفاوض.